يا اخي يعجبونك الناس البشوشه كذا من الله تحبهم. اقول لك باللي صارت مسكين الشوكه السكين. السلام عليكم، بطلع الخبر الحين انا اخواني صار، طبعا بتصير اسرع روحة للخبر بتشوفونه في حياتكم، خليكم وياي. كم اسبوع ما شفت اي باتون ميمي؟ يا جماعة بنوصل الحين جامعة اسمها جامعة توم، جامعة عبد الرحمن بن فيصل. علاوي وماريا ايش رايكم في جامعة الدمام في سكنهم؟ يعني الشجر اللي على اليسار كذا حركة. ما بجمعتهم الحين ذا السكن، شوف شوف يسار شجر حركة. سكن مالي بوكس. طبعا الحين اللحظة المنتظرة، شوفت ميمي لبتول بعد غياب طال 10 سنين. طبعا ميمي الحين بتصيح الدماء سوف تنهم. لا تبعص بعوص. يا الله رطوبة والله الخبر. لا صراحة الجو حلو مع ان الساعة 10 وربع بس الجو حلو. تركض تركض اشتاقت لاخت. يلا يلا اللقاء الثاني بس عاد خلاص الحين حضناتها. طبعا اختي تدرس برا الحاسف، احنا جايين ناخذ شنطتها واغراضها وكذا لان خلصت اختبارات واجازة وناس مرة مرة مرة. ليش؟ لأن ابتدائي 6 حصص، متوسط كل يوم 7 حصص، ثانوي كل يوم يطلعون قبلنا بحصة، وجامعة خلصوا قبلنا ب3 أسابيع. طبعا احنا الجامعة خلصنا قبلهم وهاي ب3 أسابيع مساكين. قال لك ارجع ما بتقدر. وصلنا الوجهة الأولى. طبعا الوجهة الأولى كانت الجامعة، الحين رايح الوجهة الثانية. علاوي وين الوجهة الثانية؟ أنا لا تكلمي كلم ذي. طبعا وجهتنا الأولى محل نفطر فيه. ميمي تقول خليك كذا كذا ممتاز ولا عكس؟ ماريا لا انت غلط، انت غلط، المفروض السكين يسار والشوكه يمين عشان تمسكين الشوكه وتقطعين السكين. شزهاك اقل ابدل زي كذا. محمد شفيك كذا اقطع. اصبر اصبر ورا نيورني صح بعدين كذا. اوكي شلون تفكرت؟ صفع صفع او اكل تعجبني بيد واحده. ها لا بس صدق صدق يعني خلاص عرفت زي كذا بالضبط. كفو عليك. طبعا اختي تقول ان ذي حركه الاغنياء، يعني ان يسوونها اذا خلاص ما يبون. يعني شفت حركه الفنجان اذا سويت كذا يعني خلاص ما تبغى. هذه بالضبط نفس الفكره، تسوي كذا يعني خلاص انت ما تبغى تاكل زياده. واحد غاني يقول لك لا احنا ما نسوي كذا. ليش هذا حق لا هذا اللي انا طلبته. طبعا الحين فقره التصوير اللي ما بتاكل الا بعد ربع ساعه. علاوي زعلان يقول ليش صارون ساعه الا ربع وما بجينا ناكل. يلا يا جماعه جانا طبعا جلستنا هنا من النافذه، صراحه المكان رهيب ومرتب. طبعا مجمعينهم هنا عشان التصوير بس. هنا هذا هنا ميمي هذا عصيرش. مبسوطة على طول بتروح تشرب منه. وذا حق علاوي خصيصا. هذا كله يلا ميمي وريني البرستيج اللي علمتش. اقول لك باللي صارت مسكين الشوكة السكين جابت العيد. جابت العيد. علاء ورنا البرستيج كذا تقطع
تقطع بالسكينة وتحول على الفندق. تكفى هذا البرستيجي اللي الله يحرمك. شو تحسين يعني مشتهي أي كيكة؟ بينهم كلهم هذيك. أي واحدة مشتهية؟ بنية. صدقني ناشعين. هل نظرية هل أهل الخبر ناشعين كلهم ولا بس اللي جاوا لي قدامي الحين؟ طبعاً جينا لوجه رقم 2 بنصلي وبعدين بنروح لوجه رقم 3. بس الشمس والله العظيم. دور الرقم. طبعاً هذا جدون ووك. الخبر. يعني خوش شيء صراحة. الحر مو طبيعي، مو طبيعي والله حر كذا. احس الخيام. شنو تحسين؟ احس وجهي الخيام. مره رحت واجهه الرياض انت؟ اجل ليش تحسين احنا في واجهه الرياض؟ لما شفته هل تذكرت حق الرياض ذاك اللي قدام المعرض؟ هذا واجهة الرياض اللي ميمي دي. هذا نحن شبكة واجهة الرياض على يوم مريض. ترى انا رحت لعناش. اي انت رحت بس ميمي ما روحت تقول ايش بها. عجيبة ميمي. قلي لي ايش كان الخبر للحين؟ عطيني سقيمة من 10. حلو احنا شايل واجهة. ما بواجهة دي. والله يبغى له ما بماي ميمي، يبغى له كيس الثلج. يا مكيف. وجهتنا الجديدة. كم وصلنا؟ رقم 4 يمكن. ميمي ايش رايك شنطتي الجديدة؟ احسن شنطة في الحياة. احسن شنطة في الحياة صح؟ سو كيوت. يا اخي جوجل ما بيقول ان المحل هنا، ودورنا في كل مكان ولا حصلنا. ما ادري والله. لا مو هنا، ما بهنا يا جماعة. اخر عمل لنا ذي الجهة. يا سلام وصلنا له. ما بغينا نلقاها. طبعاً المحل أحسن ما فيه إنه يسوي كوكيز فرش على طول جاهز تأخذه. يا سلام. طيب طبعاً جيتني المحل كانت سريعة، بس خذنا شيء سريع وماشين. بس صراحة المحل رايق حيل، يعني كلاسيك كلاسيك كذا، تحسه أجواء فرنسا على أجواء كذا، يعني أساسني احتمال. توقع الوجه الأخيرة. ما ادري اذا بنروح مكان بعده، بس يا اخي حار. عشان مدري يمكن عشان الواجهة اللي يجي ما يشوفنا جاي. طبعا اشتغلت على بعض الامور، سولفنا كذا، الحين بنمشي. ثانك يو. الله حق المكان رهيب. ثانك يو ثانك يو. هنا ناس طيبة يا اخي، يعجبونك الناس البشوشة كذا، من الله تحبهم. رطوبة والله، رطوبة حيل. طبعا جايين بحر افمون، بس الرطوبة 10 مليون. ما شفت رايق نفس هالبلد، جاب الشورت قرر يسبح. ماريا شنو ذا؟ بندين. سلايم ذا. طبعا هذه كانت فعالياتنا بالخبر، وعلاوي يقول لكم لا تنسون ايش اللايك والشير والسبسكرايب. لا تعيدها. لا تبان يا صاحبي. السلام عليكم.